السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص رجب هل علينا، وفي غمضة عين كده هتلاقوا رمضان جه ان شاء الله. يعود علينا الايام بخير يا رب، ويزيح عننا الوباء والبلاء بإذن الله. سيبك في لأكل رمضان عشان يسهل عليك الوقت والمجهود. ودلوقتي الخضار بتاع الشتوي كويس، حلو جدا ورخيص. فيبقى الست الشاطرة بقى اللي هي تغتنم الفرصة وتحاول تفرز أكتر من صنف أكل عشان يساعدها في رمضان، في مع الصيام والصلاة والعبادة إن شاء الله. دي كوسة هفرزها، هعملها بطريقة غير طريقة المعتاد بيها، اللي هي سلق المية ونحطها وتقلب والكلام ده كده. لأ، دي طريقة تانية خالص. انا قصدي ان انا اجيبها كوسة كبيرة عشان انا هعملها لطبيخ، تنفع لطبيخ او لشوربة خضار. فلازم تبقى البابة بتاعتها بتبقى محملة، اللحم اللي جواها تبقى ايه، كتير. كوسة احنا غنينا عن المعرفة ان احنا عارفين فوائدها لصحة القلب. الكوسة جميلة جدا، جميلة جدا، واكلها اكلها بأي شكل، كوسة بشاميل او طبيخ او شوربة خضار، فهي جميلة جدا وفيها قيمة غذائية عالية جدا. بس الاول هنشيل الحتت الصغيرة دي كده بالمنظر ده كده اهو. انا عامله كميه بسيطه بس عشان ايه، للمعرفه، لكن طبعا كل واحد عايز يخزن الكميه اللي هو عايزها، تمام؟ الشكل اللي انتوا عايزينه اشاروا بيها اهي كده، بالطريقه دي كده. حاجه بسيطه قوي اللي طالعه منها، قشرناها بالشكل ده كده اهي. الشكل اللي انت عايزاه بقى ايه تشكليه، سواء بالمقشرة او بالمقوار او بالسكينة، تقشرها تقشير بسيط كده او بالشوكة، اي اللي انت عايزاه. دلوقتي بقى عشان نخرطها لازم هنخرطها خرطة تخينة. بصوا الخرطة دي لازم تكون تخينة. عايزة بقى تعمليها مدورة، او عايزة تعمليها بيضاوية كده، او عايزة تعمليها تقطعيها مدورة بس بالقطاعة اللي هي المشرشرة دي، اللي هي بتاعة اللي بنقطع بها الليفت كده. فانا هقطعها بالسكينة عادية خالص، بس هنقطعها خرط كده ايه، تخينة، عشان ما تتهريش مننا. اللي وصل معانا بقى لحد دلوقتي في الفيديو، يا ريت يعمل لنا لايك واشترك في القناة عشان نكبر مع بعض ان شاء الله ويوصل لكم كل جديد. بالنسبة للكوسة الكبيرة دي برضو احنا مش هنخسر، مش هتخسر عندنا، هنعرف برضو نعملها لما نتوصل للمسافة التخينة دي كده. يعني هنوصل نقصها كده، مش نقصها برضو، المهنة بتغلب على الواحد. نقطعها كده نصين، وبرضو نفس التقطيعة اهي، برضك هتبقى برضك شكلها حلو مش وحش، سواء هتنفع في شوربة الخضار او في الطبيخ زي ما انا ما قلت لكم. بس عايزه اقول لكم بس ان الكوسه فوائدها جميله جدا. اولا ان هي خفيفه على المعده، وكمان اذا عملناها مطبوخه او مشويه مع الخضروات، لانها كمان بتفيد ايه، بتفيد الرجيم. وبرضك الكوسه بتعتبر ضروريه لصحه الجسم، لان فيها نسبه كبيره من الفيتامينات، زي فيتامين ب وفيتامين الف وفيتامين واو. انها بتحتوي على الالياف النباتيه ومضاده للاكسده، اللي هي بتفيد وبتقي الجسم من الاصابه من معظم الامراض. يعني الكوسه بمعنى اصح يعني يعتبر مش للقلب بس، لا للجسم كله، بس ناكلها بطريقه سليمه. دلوقتي احنا خلاص هنشوحها، هنجيب طاسه ونحطها على النار، معلقتين زيت مش كتير، اللي عايز يحط سمنه يحط، اللي عايز يحط اي ماده دهنيه هو حر. بس انا حطيتها عشان الجزء اللي انا هعمله دلوقتي هعمله لشوربه الخضار، انما اللي عايز يخزن نفس الطريقه بس للطبيخ ممكن يحط معلقه سمنه ويشوحها فيه. بس الاول نوطي عشان انا مش عايزاها تتحمر، انا عايزاها بس تتشمع. المادة الدهنية اللي فيها تشمعها مش اكتر، عشان الفايدة بتاعتها زي ما قلت لكم على الفوائد الكتيرة اللي فيها ما تروحش على النار.
معلش بقى على الإضاءة بتاعت التليفون، معرفش ان هي بتعمل كده ليه، بتغمق لوحدها. نبتدي بقى نقلبها. لسه بيضة زي ما هي اهي، يا دوبك انا عايزاها تتشمع. وشايفين طبعا الزيت سخن، بس مش هنوصلها لدرجة ان هي تتحمر، هتاخد بس دقيقتين على النار. وبعد كده هو هنشيلها ونحطها على مناديل ورق، وبعد كده نحط غيرها تاني. كده هتغلفت بالزيت بالمادة الدهنية ايا كان بقى اللي هتعملوه. دلوقتي انا هشيلها واحطها على منديل عشان الزيت اللي فيها الزايد عن اللي انا عايزاه يتشمع بيها يتصفى. احط اهو الفوق التاني، مش عايزه اطول عليكم، بس هشمعها وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده احنا خلصنا الجزء اللي هيتعمل شوربه خضار اللي احنا شوحناه في الزيت. دلوقتي بقى الطاسه خلاص احنا كنا حطينا فيها معلقه السمنه، هي ما كانش فيها اللي خلاص الزيت خدوا الكوسه اللي قبل كده، دي السمنه دي بقى للكوسه اللي هتتعمل طبيخ. تمام كده، برضك هنشوح فيها الكوسه دي كده، هنشوحها بس دي طبعا عشان هي هنعملها طبيخ بتسبيكه، فلازم لها بقى تكه صغيره كده هنستعملها للي هي بسمنه بس. هنحط عليها حاجه بسيطه قوي، ذره يعني كده هون ايه بالايد كده، يعني ما ايه رشه كده سكر عشان زي ماده حافظه للسمنه، عشان لما تيجي تقعد في التلاجة السمنة ما تعملش ريحة مع الكوسة. نشوحها برضو كده اهو، انا حطيتها كلها مع بعضها كده. في بقى وانتي ممكن اللي هي بالطبيخ دي عايزة تحط عليها فص ثوم مدقوق او شوية كمون او اي حاجة، اللي عايز يحط بنكهة بحيث ان هو يحطها في الاكل على طول، دي براحته خالص. بس فقلنا بقى ايه، يبقى التوابل دي بقى تبقى ايه فريش على طول في وقت ما ايه انا اطبخ بيها. بنحاول نوفر لنفسنا الوقت والجهد، بس يعني على قد ما نقدر عشان تطلع النكهة كويسة في الأكل. على الأقل التوابل الإضافات الصغيرة التانية دي نحطها في وقت ما احنا بنعمل الأكل. على فكرة برضك ممكن تشوحي وتخزني الكوسة للبشاميل بنفس الطريقة دي كده. خلاص كده هشوحها وأطلعها وأوريها لكم وهي متعبية في الكيس. تمام كده، عشان بس ايه ما اطولش عليكم الفيديو وتزهقوا وتروحوا مني. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله، ويصلح حالنا وحالكم وحال امة محمد باذن الله. ايه رايكم كده بعد ما خلصنا؟ احنا بس سايبينها لحد ما تبرد خالص، عشان ما ننفعش ان احنا نشيلها في التلاجة وهي سخنه دي كده خالص. زي ما انتم شايفين مطلعه بخاره اهي، فقدامكم ده الطبقين دول اللي هيتعمل منهم الطبيخ او البشاميل، لكن الطبق ده لشوربه الخضار. ده بقى هيخليك هيوفر عليكي وقت ومجهود في رمضان، وان انت تنزلي وانت صايمه وتروحي السوق وتشتري الخضار، وعقبال ما تنضفيه وتقشري والكلام ده هيوفر عليكي حاجات كتيره جدا. دلوقتي احنا هنستنى لغايه لما هو يبرد، وبعد كده هنكيسه في كيس وهنكتب عليه عشان نفرق ما بين شوربه الخضار وما بين الطبيخ. احنا كده خلصنا اهو، كيسناه بعد ما برد خالص، وعملت ورق عشان مش موجود عندي ورق الاستيكر عشان المطبوع وعليه الاسم، فانا عملت ورقه ولزقتها بالسلوتيب من بره الكيس ان ده يفرق ما بين الطبخ وغير الطبخ، يعني اللي هو عليه طبيخ كتبت عليه، وسبت اللي هي بتاعت شوربه الخضار من غير اسم عشان يبقى معروف. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما كنتش طولت عليكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.